دخل اما تراث بواق بدن ايو قري وحا كميد اها حديقه التصريف او مركز دم كشرحي دونو فتح اللطيف الخبير في علم التصريف او الا عالم الاسلامي الا ازهر الا حجاز لي اخر سنجري انا بس وحرنا نكسي غدبنا وحرنا انا غدبنا شيخ لباد اي ادبوغا كسو قاداتي شيخ اسيلعي شيخ اسيلعي اسن كومو اها شيخ زيلعي وحو اها الشيخ عبد الرحمن ابن من الشيخ احمد الكذلي الزيلعي المقدشي انت زل سكولي جري الكذلي وحال يرادا تولو بقول كتالو اي كسو جيدا قبيل كيس انك ستول اسكو هاستو لكن حلو بدين هيا مؤرخين تا ان كسو جيدا الحوين دات قار وحيد عن وشيخال اي كسو جيدا دات قار وحيد عن قبائل كلا الشيخ زيلعي الكذلي وحواي معنا تولو ماش اسكو تالا ليرادا كدب المقدشي ليرادا وحو كسو هرمري مقالد مقدشو وحو لصاحيبي الشيخ صوفي الشيخ ليرادو الشاشي هي لصاحيبي او مركز دنبا علمي كوضا راعدين الشيخ ابو بكر المحضار والشيخ وتي كدب مقدشو وحكو برطي كدب مركز الشيخ وحو قد بي دول كان وحال ليرادا ورطو مركز هره مركو كل عبتي دول كي سبقال مشاكل يرو لكل مي وكسب سنة حاس كيس أيا سو أوجين لقفوري كده مركي لواي واي ورا مجرين وحلي رادو وحياة بالو حيرو يو اتصالات مجرين ما دام مدة سو جيس الشيخ اسكا مقنع وحالي ري مركا الشيخ و ولا لا أي علم هذا مركا قبل كاس وحي افتادن إن لقف سخاء الشيخ مركو حيو مد سو جبر دي سيرتنا دمتي سلانت حاس كيس سنة لقف سخاي لقف سخاي علم هذا وسكول عين مركز الشيخ مش هو كوني جباي وحوق عن صديق مش الصياد تقو دول كاس قلبتك أم سمعنا قلبت اللي رادو هرر يقول كاس أي أيوه برشلونة باللعبي كده مركز وحوس يقبي دول كحجاز اللي يجري أو أنت بدن علم هذا عن كهل دونه أما علم هذا عن كهل لي أي آذين أيوه سو يقبي علم جايو كسو قاتي هي طريقة ذا قدرية ذا مركز دم بمركز صار لعبتي علم جايو حكوفة في دول كان كونفورتا وحنا كوا ذا كان سومالي قلبت اللي يرادو وكده حيسو كده حي دول كان اللي يرادو حرر يجيا إلى عمل وسيج مركز دم بيقول ومركز كده جنده أنا اللي يرادو قلن قول أما قلن قول اللي يرادو أيو مركز دم بسليجي سهاد مش يودين تكفى فيه وأنا الشيخة إسكاله فرع وين سومالي ذا قادرية ذا أما فرع على بعض وين مركز فرع ويسيجا لقى صوتكو واللي يراد الفرع فرع الزيلعية سيجا يا لوتيريا سيجا أنا أوهري يا شيخ أويس القادري سيجا أوهري الزيلعية ذا وحلي يا شيخ وحلي يرادو دخل أما تراث بواق بدن أيو قري وحكم إذا حديقة التصريف أو مركز دم كشرح دونه فتح اللطيف الخبير في علم التصريف إلا عالم الإسلامي إلا أزهر إلا حجاز لي آخر سنجري الشيخ مركز الشيخ عجيب أيوها مركز اللي يرادو تصنيف كا تأليف كا قراءات كا حتى وحكو ليه تأليفات بضن الشيخ مركز دنبا وحكو جيريو ذي مقالة دا قال نقول لماد كي قرنجي سقالي طبنات يو جيريو ذي شيخ